فكرة صياغة العقود. الحقيقة أحب أبتدي أول حاجة أقولها إنه فين الأول هي آدم؟ أنا معقولة؟ طيب الحاجة اللي هبتدي أقولها في الأول إن صياغة العقود دي أولا وأخيرا common sense، يعني إيه؟ مسألة منطق. ما ينفعش واحد زائد واحد يبقى تلاتة، زي أي حاجة في القانون. لما احنا اتخرجنا من الجامعة من مدة طويلة قوي، احنا كنا مصممين على فكرة الصم. يعني انا فاكر في سنة رابعة اتخانقنا واتفقنا مين اللي هيعرف يجيب الصفحة والسطر، وكان في القانون الجنائي، واستاذنا الله يرحمه اياميه كمان هو كان بيسمع. يعني هو كان يخش المحاضرة تفتح الزنبالك يقول الكتاب، وساعات مرة قال الكتاب بالغلطة الإملائية. العالم تقدم من هذا إلى مرحلة الفهم، ودي الحاجة الجامعات في مصر يعني إيه بتتأرجح فيها جامد. لكن إيه الرسالة النهائية؟ إن القانون هو فهم، وأي حد يتصور إن القانون ده عبارة عن صم يبقى فهمه غلط. ما هو المنطق على رأي مدرسة المشاغبين في القانون؟ هو إن واحد زائد واحد يبقى اتنين. طيب وحكم لو بصيت ونبص في القانون المدني بيقول لك والله لو خدت فلوس من حد لازم ترجعها له، ده منطق. معظم قوانيننا وانك انت لو اخطأت في حق المجتمع بتعاقب، برضو كلام طبيعي كلام معقول، زي في حياتنا اليومية لما ولد صغير بيعمل حاجة بيتعاقب. طيب ايه بقى المنطق في العقود؟ المنطق في العقد انه لازم يكون عقد واضح، و يعني هنبص المنطق من ناحية اخرى. انت النهاردة ماضي عقد مع واحد انه هيسلمك عربية، ومتفق معاه ان العربية دي هياخد انتاجها شهرين، ينفع تقول له سلمني بعد شهر؟ المقصود هنا انك لازم في العقود تكون كاتب مواد قابلة للتطبيق، وهنتكلم اكتر في الحكاية دي. دي اول واحدة ولا تاني واحدة؟ لا خليني في الاولانية لسه. طيب لو احنا بنتكلم في موضوع الكومن سنس انه لازم العقد يبقى واضح، كلام واضح وسهل الفهم، لازم تغطي مفيش حاجة هقولها لكم النهاردة انتم ما تعرفوهاش. انا كل بعمله ان انا بحاول احطها في مكانها الطبيعي بالنسبة لصياغة العقود. زي اي رأي قانوني لازم يكون واضح. طيب ولازم العقد يغطي كل النقاط التي هي محل التعاقد، ما ينفعش اسيب حاجة مهمة ما احطهاش في العقد. طيب واخر حاجة الكلمة بالانجليزي اوضح حتى منها بالعربي، بتقولك simple straightforward easy to understand، simple بسيط واضح وسهل الفهم. طيب ايه التست؟ الناس اللي بتعمل عقود ومحترفين فيها دايما بيدي العقد الواحد بتاعه لحد غير قانوني يقراه، واذا قدر يفهمه ده سر نجاح هذا العقد. يعني احنا في فترة طويلة في المكتب كنا دايما بندي العقد لحد من الادمنستريتيف ستاف، من يعني مساعدين مش محامين، عشان نتاكد ان الراي القانوني او العقد هو امر واضح. وبعدين كل ما عملت عقد واضح كل ما كنت اشطر كمحامي. طيب ادهم كان جاب لنا في حط الصفحه الثانيه كلام كله فيري بيسك يا فندم، مفيش حاجه هقولها غريبه. اول حاجه ان كل عقد مختلف عن العقد الثاني، حتى عقد بيع عربيه، هل عقد بيع عربيه مستعمله زي عقد بيع عربيه جديده؟ لا، عربيه بقى لها 20 سنه مختلف. طيب وكل يعني كل اندستري كل نوع من العقود مختلف عن النوع الاخر. يعني عقود البيع لها نظم خاصه بيها، عقود المباني لها نظم خاصه بيها، كل نوع من العقد له طبيعه خاصه بيه. ورجعنا بقى للكلمه اللي انا بحبها قوي في الانجليزي في بالعربي او الانجليزي، the basis of contract drafting is common sense.
الكلمة السحرية أنا ما ترجمتهاش صح بكلمة المنطق، هي common sense بالإنجليزي، كلمة في غاية الأهمية إذا كنت بتفكر يبقى عندك مستقبل في مجال القانون. وبعدين ما بتخترعش الذرة النووية، ما فيش حد بيقدر يكتب العقد من زيرو مهما كان عنده سنوات خبرة. احنا لغاية النهاردة لما بنيجي نكتب عقد بنجيب عقود في نفس النوع من نفس النوع وبنشتغل منها، بنزود عليها حسب طبيعة التعاقد، لكن ده بيبقى الأساس. والحقيقة دي الأمور الأمريكان تفوقوا علينا فيها. المصريين لغاية النهاردة فكرة العقد يعمل عقد صفحتين، نفس العقد في أمريكا على نفس المنتج بتلاقيه 30 صفحة، وبتلاقي 30 صفحة بيغطوا نقاط هامة عديدة ما كانتش موجودة في العقد. انت لو تشتغل من عقود قديمة هتقدر كل مرة حتى لو عقودك انت تحسن في العقد اللي انت بتتولاه. طيب ايه اللي بيفرق محامي شاطر في صياغة العقود من محامي مش شاطر؟ اولا دي صنعة ما بتتولدش عارفة، بتتعلمها، لكن اهم حاجة فيها انك تبقى قادر على حل، تضع نصوص قادرة على حل المشاكل التي قد تحدث في العقد. طب بنحلها ازاي؟ بالعقود القديمة، ما العقود القديمة كان فيها مشاكل وبنغطي كده نقاط ضعفنا، لان ممكن تبقى شغال في نوع من العقود ليس لك به علم سابق. طيب الحتة دي مهمة بقى، الناحية الفنية لأي عقد. النهاردة جميع العقود لها نواحي فنية، يعني حتى عقد بيع السيارة ده ليه نواحي فنية خاصة بيه. لازم على الأقل تفهم ان انت العربية بتحتاج تصليح وبتحتاج ضمان، فصيانة ما ينفعش تجيب واحد بيركب جمل وتقول له اعمل عقد بيع عربية. فبنحلها ازاي؟ انك بتقرأ في العقد اللي في نوع العقد اللي هتشتغل فيه. وبعدين يا جماعة انتو جنريشن بتاعة القراية، انتو الجيل بتاع القراية. الجيل القديم بتاعنا كان معتبر لحد كبير القراءة في الجامعة كافي. القراية القراية القراية، يوم ما هتبقى فاهم نوع العقد اللي بتعامل فيه، عقد تصنيع ولا عقد عربيات ولا عقد استشارات، تأكد هتقدر تتعامل مع مشاكله بطريقة أوضح. والأخطر من كده تفهم النصوص اللي حاططها الخصم في العقد. ما لو في نواحي مالية محطوطة في العقد وانت مش فاهم حاجة في النواحي المالية، مش هتقدر حتى تتعامل مع هذه النصوص. عشان كده في السنين اللي فاتت بالذات في مجال التحكيم لقيت مهندسين كتير بياخدوا حقوق ويشتغلوا في التحكيم في عقود الهندسة، وبرضو اختصاصات تانية بتقوم بعمل نفس الشيء. وحتى في مجال العقود بنجد مهندسين من تخصصات أخرى دخلت مجال صياغة العقود عن طريق بعد ما خدت حقوق أو في التحكيم حتى من غير ما ياخد شهادة كلية الحقوق. ودي تتعمل قبل ما تكتب مش وانت بتكتب. طيب لما رحنا كنا متعلم في خارج اراضي جمهوريه مصر العربيه في امريكا بالذات شغلاهم قوي فكره انك تبقى عادل ومتوازن، وهتكلم في الكلام ده تاني بعد كده في السبيتش اللي بعده. لا، انت النهارده وانت بتصيغ عقد بتفكر لطرف واحد، تصحى تفكر فيه، تنام تفكر فيه، انت بقى تفكر للطرفين، هشرح لكم دي بعد شويه. طيب برضو اللي ابتديت بيها النهارده، لازم حد غير قانوني راجع عقدك او حد تاني راجع. يا جماعه لما بنشتغل في عقد غصب عننا بعد شويه ما بنبقاش شايفين المواد، زي ما تكتب ورقه ويقول لك راجعها 20 مره، انت في المره الخامسه والسادسه هتبطل حتى تشوف الغلطات اللي موجوده فيها. وبعدين حضرتكوا بصوا بالاحمر مكتوب تحت ايه؟ انت لست محايد. انا عاوزكم معلش هديكم، معلش انا بقى الجنريشن القديمه، انا خدت الدكتوراه بتاعتي من هارفارد برضه من 100 سنه وانضميت لنقابه المحامين في امريكا. انا عاوزك تعتبر اللي بيجيب المحامي ده بيجيب واحد فتوه. لا تنظر لك المحامي اللي مش هيعتبر نحس وفتوة هيبقى محامي هنقول فافي بقى عشان يبقى نتكلم كلام واضح. انت فتوة الناس جايبها لك عشان تجيب حقوقها.
يبقى من باب اولى لازم تعرف تاخد حقوقك. يعني المحامي تلاقي باب النجار مش خالع ما ينفعش. فمن فضلك انت فتوة. يعني لو انا بتنت تكروم اللي انا بقول النهاردة, انت الناس جايباك فتوة. نمرة اتنين, القانون هو common sense. القانون لا يمكن هقولك واحد زائد واحد يبقى 50. فلما تبقى عندك مشكلة قانونية ما انتش عارف حلها, استخدم الكومن سنس. لا في الجامعة انا بدرس قانون الشركات, ودايما اقول لهم لما حاجة تقف ونسيت اللي انت كاتبه شوف ايه الكومن سنس. ما ينفعش ان انا في شركة مساهمة اقول لها مدير واحد, شركة شغالة بليون جنيه او بليون دولار يبقى ليها مدير واحد, فلازم انا مجلس ادارة. ده الفكر اللي لازم يبقى في المخ. اللي بعده برضو في الجنرال ريماركس, في الملاحظات العامة, لازم دايما تبقى عارف يعني ما يريد العميل من العقد. العميل ده عاوز ايه؟ عاوز يشتري عربية, اوكي, عاوز يشتريها بمواصفات معينة, عاوز عربية 10 سنين, عاوز عربية هيبيعها بعد سنتين. كل المسائل دي لازم تبقى حاططها في دماغك, وبتختلف عقد بناء منزل, عقد شراء عربية, عقد استشارات لمحامين مختلف. الحاجة التانية المهمة, تعامل مع العقد بحجمه. النهاردة لو انت بتتكلم على بيع ب 100,000 جنيه, هل دي زي 100 مليون؟ الحجم لازم تاخده في الاعتبار. والاهم من الحجم الاطراف. ما ينفعش تعمل عقد معقد جدا وزبونك بالكتير بيكتب عربي. انت عارف القدرة على انجاز الاعمال التجارية ليس علاقة لها بالتعليم. في بعض الاحيان ميزة, بس ان ممكن تلاقي واحد تاجر من اكبر التجار وقدرته على التعامل مع اللغة ضعيفة. يبقى تعمل له عقد واضح وبسيط. والامريكان بيستخدموا الحيلة دي جامد قوي في عقودهم, انه لما يلاقي الجانب الاخر من ناحية دولة اخرى, جانب مصري ما عندوش معلومات, بيحاول يعقد العقد لدرجة عشان يتوهه وعشان المحامين يشتغلوا. كل ما كان العقد معقد, افتكروا الحكاية دي, عقدوا العقود عشان الشغل يزيد. يعني مهم, احنا قلنا انت فتوة, الراجل جايبك عشان تجيب له حقه, يعني تعمل له عقد في صالحه. عشان تعمل له عقد في صالحه لازم تعرف ايه متطلباته وايه امكانياته وايه اللي يقدر ينفذه. اللي بعده, طيب ايه الامور اللي لازم تتعمل قبل صياغة اي عقد؟ الكلام ده قلناه اوريدي. اول حاجة افهم منه عاوز ايه. هل الغرض من العقد المدة؟ الكلام ده قلناه. وبعدين تحضر مشروع العقد. الحتة اللي جاية دي مهمة قوي. انتوا فاكرين احنا اتكلمنا في الاول على فكرة ان انت ما انتش محايد. ادهم هات لي بتاعت المحايد. لا مش يا حبيبي, مش احنا ابتدينا في السلايد انت لست محايد, دائما تذكر الطرف الذي تمثله. هات لي التانية ادهم نجم, معلش. لا اللي بعد دي, هي دي. احنا هنا بنتكلم على حاجة تانية خالص. انت هنا فهمت الكلاينت, العميل عاوزه, حضرت مشروع العقد, وقعت مشكلة, الطرفين بيتخانقوا مع بعض, في نصوص فيها مشكلة. دي فيها نظريتين في المفاوضات. الامريكان طالعين بنظرية انك انت يعني تحاول تحل الخصم مشكلته. انا في رأيي لازم دايما افتكر ان انا بمثل طرف. لكن الجديد في الحتة دي ان لا يوجد ما يمنع انك تمثل الطرف وتجد حل للمشكلة التي حدثت بين الاطراف بالنسبة لاحدى نصوص العقد بطريقة تاخد في الاعتبار مشكلة الطرف التاني. يعني نتكلم ببساطة, انا عندي طرف, الطرف بتاعي مصمم انه ياخد فلوسه. في اوروبا والدول المتقدمة ممكن تطلع بنك جارنتي, ضمان بنكي بدون 120% او 100% تحطها في البنك.
طيب انا العميل بتاعي مصمم ياخد فلوس، اقدر احل الحكايه دي ان اخلي الخصم بدل ما يدفع المبلغ كاش يديله ضمان بنكي غير قابل للالغاء. يبقى انك تحل مشكله عميلك مش معناتها انك لا تنظر الى مشكله الخصم، انت بتحل مشكلتك وفي نفس الوقت بتجد وسيله تاخذ في الاعتبار الاشياء التي عبر عنها الطرف الثاني. طبعا الحقيقه دي فيها مشكله، انك لازم تفرق بين الحقيقه والخيال. هنا في مصر لما تتفاوض مع طرف ثاني في مجال الخيال عالي قوي بقى، يعني يقول له ادفع 50 جنيه، يقول لك ده انا هطلق مراتي بكره مش هصرف على اولادي. انت لازم تفرق في الحته دي بين الحقيقه والخيال. اه ممكن شركه عندها مشكله ماليه، اوكي، وممكن واحد، انا اعرف واحد من كبار رجال الاعمال مشكله دفع فلوس عنده مشكله رهيبه. فانت لازم كمان في التقييم تفرق بين الحقيقه والخيال في الموضوع ده. وبعدين لما تعمل تعديلات في العقد من فضلك اعملها بطريقه واضحه. بعدها طيب هنبتدي نتكلم على نصوص في العقد. اول حاجه انك انت العقد لازم يكون فيه تاريخ طبيعي، تاريخ التوقيع وتاريخ بدء الاعمال وتاريخ انتهاء العقد. لازم تحط الاطراف بطريقه توضح من هم وما هو الاساس القانوني لكل طرف، شركه، شخص طبيعي، من يمثله مثل هذا الشخص. وبعدين التمهيد لازم تتكلم على ليه الناس اتفق قررت تعمل العقد ده وايه سببه وايه الاطراف بيؤكدوا انهم موافقين على مضمون. يلا لبنى اللي بعدها من فضلك. دي كلها نصوص هامه جدا في اي عقد، لازم تكتب اين يمكن يعني ترسل الخطابات والانذارات على اي عنوان. دي مهمه جدا جدا، وارقام التليفونات. مشكله اللغه مشكله يعني دمها خفيف من ناحيه ايه، اما ان عربي او انجليزي. طب لو العقد بالعربي ما عنديش مشكله في التفسير بشتغل بالعربي، طب العقد بالانجليزي ما عنديش مشكله تفسير بشتغل بالانجليزي. طب افرض عندك عقد من لغتين، وده حصل كتير قوي هنا في مصر في العقود الحكوميه، لازم دايما تقول اني عقد هو الملزم، هل النسخه العربي هي الملزمه ام النسخه التي هي بلغه اخرى. شكرا جزيلا. طيب ايه النصوص الطبيعيه اللي احنا لا هاتي لي بقى كل عقد عشان كده احنا قرب عشان نلحق نخلص. بس لا احنا طيب رجعيني ستيل تاني يا لبنى. حضرتكوا خدتوا الورق، مع حضرتكوا ورق إيه ستكرمتوا فيها فيها بنتكلم على عقد البيع الأول، عشان بس عشان مسألة الوقت مهم. هيك لو بصيت في عقد البيع الأولاني هتجد أول بند كلمة قلناها الأطراف، وبعدين تعريف، وبعدين التمهيد. احنا ليه اخترنا عقد البيع كعقد أولاني؟ علشان ده أسهل، ومكان الاتصال ماشي، واللغة، وده من اكتر العقود الشائعة. طبعا عقد البيع ده اكتر عقد شائع، بيع سيارة، عقار، بتاع. طيب احنا اخر عقد عملناه كان ايه؟ لا ريم بصينا قوللنا دلوقتي ايه، قوللنا المواد اللي جاية بعد كده. احنا وصلين لغاية definition، كلمي على value of transaction بقى. ايه المقصود value of transaction لغايه ما تقري انت؟ value of transaction قيمه التعاقد، مساله واضحه يعني. طيب ايه رايكم نختار منتج معين؟ ايه اللي يعني كده لو حد يرفع ايده يقول لنا ايه المنتج اللي في رايه يحب يشتريه؟ مش مهم يقدر يشتريه، المهم انه يشتريه. ها تحبوا ايه؟ معلش تعاونوا معانا. قول لي ايه؟ فكره كويس. طيب
طب باعتبار اسم حضرتك ايه؟ آسر. تمام، شكرا يا فندم. طيب يا أستاذ آسر، ما تساعدنا أنت في القصة دي، تمن الموبايل كام؟ لا معلش، ما بقاش في حاجة من 15 دلوقتي يا آسر، معلش يعني أنت الظاهر عايش ما قبل 21. ها لا، الآيفون بكام؟ ما عشان ده احنا محتاجين برودكت فيه ها لا، في خلاف في الرأي في الحتة دي، بس ما علينا، نعتبره 25، ولو عندك واحد أنا أخده منك دلوقتي حالا حالا. طيب ايه الغرض من العقد؟ نعم، تشتري موبايل، صح. طيب وايه شروط السداد؟ خد بالك دي كلها مواد موجوده في النوتة اللي قدام حضرتك، انا ماشي بالترتيب. terms of payment هي شروط السداد. طب حد ليه رأي تاني؟ لا تحب تدفعي كاش ولا بالقسط؟ بالقسط، اصل الجنيه بينزل عشان تستفيد. المهم طيب بالقسط، اوكي. طب هو لو بالقسط هتطلب ايه ضمان؟ اسر، لو هو بالقسط هتطلب ايه ضمان؟ انت دلوقتي عن البايع. اوكي، ممكن يكون الضمان مثلا حسابي في البنك، كريدت كارد بتاعي، حسابي في البنك او الكريدت كارد بتاعي. طب كلمنا حاجه مور جنرال يعني. لا، وصل امانه عشان يتحبس بيه، والبلد ماشيه كده، مش احنا اللي بنالف الكلام كلها، وصوات دول الغارمات اللي بتسمع عنهم في التلفزيون، يقعدوا حابسينهم لغايه ما يدفعوا. طيب يعني انت هتمدي وصل امانه بالمبالغ، بحيث ان حضرتك لو ما سددتش ثلاث اضعاف القيمه. بيبتع تتكلم يعني اصلا متخصص غريبات. اتفضل قول لنا، قول لنا بتعمل ايه يا دكتور؟ انا بقى هو غالبا ان ايصال الامانه للموبايل او لاي وغالبا ان القيمه اللي بيطلبها اي بايع بيطلب غالبا لو هيمضيك على ايصال امانه هيمضيك على ثلاث اضعاف القيمه عشان يضمن حقه ان لو انت ما سددتش المبلغ او كامل المبلغ انه يقدر يرجع عليك ويحجز عليك بثلاث اضعاف القيمه. دلوقتي انت عندك مشكلتين. الفايده في حاله عدم السداد. في حاله عدم السداد. طيب كويس. بيعالج الفايده ازاي يا محمد؟ يعني هل هو بيعالجها بوصل امانه ولا بيعالجها بحاجه ثانيه؟ انت فاهم المشكله؟ لا. طيب. دلوقتي انا احنا من ده كومنتس، ده كلام منطق عادي قوي. انا النهارده راجل بايع، بعت الاستاذ محمد خيري تليفون، حلو قوي، اتفقنا، حطينا النص بتاع الغارمات ان هو في حاله عدم السداد هيدفع ثلاث اضعاف، متشكرين. طب يحصل ايه لو اتاخر في قسط؟ انت متعالج في محتاج في الحاله دي تعالج حالتين في نفس الوقت، انت بتعالج الغارمات في حاله عدم السداد الكلي، لكن انت مضطر انك تعالج كمان لو اتاخر في السداد. ده اللي انا بحاول اقوله لكم، انك انت بتحاول تشوف ايه المشاكل الطبيعية في مثل هذا العقد. كلام مش يعني، احنا عشان كده اخترنا عقد بيع لانه ما هوش ذرة نووية. ها استاذ آسر، هتستلم امتى؟ هتحجز ولا هتستلم؟ استلم، اوكي. يبقى هنا برضو الحتة دي مهمة، انت النهاردة لو هتستلم فورا يبقى انتهت، لكن لو هتمدي عقد في استلام بعد اسبوع لازم تعالج ايه؟ لو انا العقد بتاعي هستلم بعد شهر، خلينا بعد شهر، ايه النص اللي العقد لازم يعالجه في الحاله دي؟ اقول نعم موافق. طب ناخدها بالاول من واحده واحده. اول حاجه
هتعالج حالة إذا هو ما سلمكش، صح؟ ده أول حاجة. الحالة نمرة 2 لو اتأخر في التسليم. الحالة نمرة 3 حالة الشيء المبيع. حالة الشيء المبيع دي هل هي بتسري فقط في حالة تأخير في الشراء ولا بتسري كمان في حالة الاستلام الفوري؟ ايه رأيكم؟ برضو بتسري في حالة، ما خد بالك عندك حاجات بتنزل في كذا حتة، طبيعي جدا. طيب وحتة الضمان هتنزل ولا لأ؟ هتنزل في الاثنين. اوكي طيب، value object خلصناها. وبعدين عندك التزامات البائع. يا محمد يكون ايه التزامات محمد خيري؟ ايه الالتزامات في الحالات دي؟ واحد بيبيع موبايل. التزامات البايع تسليم المبيع. ماشي صح. ضمان العيوب الخفية للمبيع، للشيء المبيع. وضمان إصلاحه الصيانة لمدة معينة. لو جينا في عقود المقاولات، عشان مش هيبقى عندنا وقت نتكلم فيها، في فرق مهم جدا. في عقود المقاولات بيعمل العقد حتى إما ماجرد. يعني إيه ماجرد؟ يعني كل ما تعمل متر يحسب ويحاسب عليك، أو بيتفق عليك مقابل مبلغ مقطوع. وفي الحالتين بيسمح بإضافة أعمال جديدة، دي اسمها variations، إضافة أعمال جديدة. في عقود المقاولات دي من أهم الحتة، تعالج لو الشغل قل أو الشغل زاد عن الحجم إيه المتفق عليه. ريم السؤال الجاي ده بتاع حضرتك، limitation of liability. معاه واحد. طيب limitation of liability، خدي عقد البيع وبعدين ناخد حاجة تانية. limitation of liability ان انا اول حاجة لازم نحدد الاماونت اللي هيدفع تحديدا، هو هيبقى عبارة عن كام وهيدفع ازاي، وحطينا liability على كل واحد فينا، حطينا liability كمان على المشتري ان هو امتى هيدفع وهيدفع ازاي وهيدفع فين ومكان الاستلام. تاني حاجة هيسلم ايه، دوت liability بتاعت بقى البايع، انا هسلم ايه وعامل ازاي والشروط بتاعتها تبقى ماشية ازاي. ده يشمل بقى لو موبايل او لو كان حاجة اكبر زي عقار مثلا. مظبوط صح 100%. يعني ايه limitation of liability؟ يعني تحدد مبلغ التعويض في حالة عدم تنفيذ اي من الالتزامات الواردة في العقد. ودي متغير بقى. يعني ايه متغير؟ يعني ممكن 10 التزامات، طب لو مثلا نفذت واحد العقوبة ايه، لو ما نفذت 2 العقوبة ايه، لو ما نفذت 3، وبتعالج كل حالة على حدة. خد يا ريم اللي بعدها كمان. inspection. ما هي قدامك لا اديالها في العقد يا صديقي، اديالها في العقد. ممكن هقراها لك ريم. inspection specifies the right of a party to check the item sold or service performed. ان انا لازم افحص الحاجة نفسها قبل ما استلمها، وتكون يعني فحص نافي للجهالة بس بالنسبة للشخص العادي. يعني لو حاجة لا حسب المنتج. حسب يعني المنتج، لو حاجة عادي اي شخص طبيعي يقدر يفرقها تمام. خلاص انا فحصتها وشفت ان هي مناسبه جدا. لو حاجه بقى محتاجه خبير او متخصص، فانا بتكون عليا لايبيليتي ان انا لازم اتشيك ده، وفي نفس الوقت لايبيليتي على البايع ان هو يكون ضامن للعيوب الخفيه انها ما تكونش موجوده. مظبوط. يعني احنا عاوزين نفرق، حسب العقد بيكون الفحص. انسبكشن يعني فحص. انا النهارده اللي حصل في العالم كله مش عندنا بس، لما بستورد 100 طن قمح في شركة متخصصة بتعمل فحص ان القمح ده مواصفات، حسب المنتج ممكن انت تبص بايدك عليه، ممكن حد شركة متخصصة، لكن في جميع الحاجات الحاجة اللي قالتها ريم في منتهى الاهمية هي ضمان العيوب الخفية، ان في عيوب مش هتظهر بالفحص مهما كان درجته، هو البائع بيضمنه بالظبط. بس ده هيدخلنا في حتة مهمة قوي، لغاية امتى؟ فدي نقطة مهمة جدا في العقود، بضمنك لغاية امتى؟ بضمن العيوب الخفية دي للأبد ولا بضمنها؟ نيجي في مجال المباني، احنا عندنا كام 10 15 سنة ولا كام سنة؟ 10 سنين.
انت المبنى النهارده لما بتبني انت مسؤول عنه لمده 10 سنين، خافي ولا مش خافي انت مسؤول مسؤوليه كامله عنه لمده 10 سنين. دي مسؤوليه العشريه في منتهى الاهميه، دي مسؤوليه المقاول والمهندس الاستشاري. لا قولي لهم على طول. قانون حمايه المستهلك هو حدد مدد وفترات واضحه وصريحه بالذات للمنقولات اللي بيتم البيع فيها، فتقدروا ترجعوا لحدد تليفونات لابتوبس كل الحاجه على حده امتى الفتره بتاعتها لضمان العيوب الخفيه من تقدروا ترجعوها للبيع. احنا من حوالي اسبوعين في المكتب، اقل اسبوعين، لما سمعنا بقى الدولار هيعلى والجنيه ما اعرفش ايه، فطلعت الفكره جهنميه، قلت لهم نجيب شويه كمبيوترات نجدد، فقال لك بلاش ديسكتوب هات كمبيوتر لابتوب. مهم بصرف النظر بقى ان الراجل اتفق الساعة 2 وجاء الساعة 4 زود السعر 30%، دي قصة تانية. لما الراجل اخيرا سلم، بعد ما سلم بيوم بيفتحوا صوت كمبيوتر لقوا فيه صوت. الاخ اللي بيشتغل معانا في المكتب، صحيح هو مع محامين بقاله دلوقتي معايا 25 سنة، لكن يعني مش محامي هو. فالراجل قال له لا احنا ما بنرجعش. خد بالك قال له ايه؟ فقلت له حضرتك تكلم الراجل في التليفون تقول له الدكتور بيسلم عليك، بقول لك حمايه المستهلك هتعمل عندك كبسه. فراح قايل له في التليفون احنا انت فهمت غلط، تعال خد واحد تاني. فلما تكتب حاجه زي دي في العقد هتفرق. يعني افرض بقى ما فيش حمايه المستهلك زي ما كنا من 10 سنين، انت لو كاتب دي في العقد ضمنت ان المنتج، وانت عارف طبعا المصريين موضوع الترجيع وبتاع، انت عارف دي مساله يعني بتبوظ لهم صلاه الجمعه. فمهمة، أنا في رأيي دي أكبر حاجة عملها قانون حماية المستهلك، موضوع الـ 14 يوم بدون ترجيع بدون أسباب. طيب بعد كده بنتكلم في سكوب اوف ورك، حجم العمل. هتبني بيت يبقى البيت، تفاصيل البيت، الهندسة بتاعت البيت، عربية هتسلم عربية. طيب كويس. وبين نرجع تاني بقى لحتة مهمة قوي متعالجة مرتين، عدم تنفيذ بنود العقد. دي تكتب فيها 20 رسالة دكتوراه. لازم تبقى محضر نفسك لكل بند من بنود العقد، ويكون العقوبة متناسبة. يعني كان عندنا عقد من حوالي، كنا داخلين في تحكيم من حوالي 4-5 أشهر، والراجل كتب عشان يضايق الخصم بتاعه، قال له والله أي حاجة تعملها غلط تعوضني $1,000,000 طالما أنت في مخالفة لمواصفات العقد. الحقيقه الراجل التاني مشكور ساب مصر ومشي. فالاولاء كويس، ده بالكلام بيجيب بعضيه. لازم يا اولادي يبقى العقد متوازن. اللي يضحك عليك، انا قلت 100 مره انك انت محتاج بتمثل طرف، انت الفتوة اللي هو جايبه، بس فتوة متنور. يعني ايه فتوة متنور؟ لازم تبقى عامل عقد متوازن، لانه مش هينفذ التزاماته. يعني النهارده لما تيجي الواحد مدين مش قادر يدفع وتقول له هسلفك $1,000,000 وهتردهم بعد بكره، انت من الاول العقد ده غير قابل للتنفيذ. يبقى عندك مشكله، انت عاوز قابليه العقد للتنفيذ، وعندك العقد يكون معادل. يعني ايه؟ مثلا كل العقود اللي حصلت على مر التاريخ لما كان سعر البيع منخفض العقود دي عمرها ما اتنفذت. وانت عارف بقى في المناقصات بينبسطوا، يجي لهم واحد، يعني اخر حاجه كنا فيها في اسكندريه مستشفى كبيره جدا تبع الحكومه، واتاخد اقل سعر، الراجل منفذ وقعد يتلكك لهم. فالقصد اقول لك انت كمان وانت هو لازم تبقى فاهم ابعاد المشكله، وما تحطلوش قنبله في العقد. وطبعا انت لو محامي بتفهم ممكن تحط له قنبله في العقد عشان يرجع لك. لا، كونك فهمت حاجه وكونك نفذت حاجه منفصله تماما. لازم تحتفظ بالزبون، فلازم تبقى عامل في حسابك. ما تفهموش العقد قوي برضه، ولو خد حد من مكتبك يشتغل معاه ابعت له اوحش واحد. مهم، ما هو انت عارف الشركات بتوفر النهارده، فبتاخد بتشغل محامين ان هاوس، يعني بتاخد المحامين من بره تشغلهم عندهم. تقول لك نروح لمكاتب كبيره ليه؟ لا، الولد عنده كله النو هاو، الولد بيروح لهم بقى في المقابلات يفهمهم، هو الفكر وهو الزعيم وهو المفكر، وبياخدوه الحمد لله وربنا بيوفقهم مع بعض. ماشي. طيب extension of time، العقود المقاولات بالذات عنصر الزمن مهم جدا فيها. ففي حالة عنصر الزمن لازم تعالج عنصر الزمن. يعني انت ظروفنا الحالية، حضرتك رايح تشتري عربية والعربية مش عند الوكيل، معقول تتفق معاه
انه هيسلمها لك بكره واتفقت معاه. انت عارف المصريين يقول لك والله العربيه جاهزه ده مش عارف ايه دي هي اللي واقفه، وانت عارف ان السوق مش سامح، لازم تعالج في العقد غرامه الراجل بيع العربيه في حاله عدم تسليمها في الميعاد، ولازم تعالجها في اي عقد. وزي عقود المقاولات انت بتكتب من الاول ان هو لو اتاخر في التسليم في حاجه زي الغرامه اليوميه. ايه مش سامع؟ لا قولي مش سامع، تعالي كلميني. قولي اللي انت بتقوليه انا مش سامع. قولي اللي انت قلتيه، ما مش كلام سري. تمام. بالنسبه لمواعيد الاستلام ان احنا المفروض ناخد بالنا منها، بيبقى من اشهر الاخطاء بتاعها هي عقود الخدمات. اشهر عقود الخدمات اللي بتتعمل دلوقتي هي الساس اجريمنت سوفت وير از ا سيرفيس. انا بروح لشركه سوفت وير بقول لها ابني لي سوفت وير بتاعي، موبايل ابلكيشن، ويب سايت، اي حاجه. فطبعا هم بيقولوا لي هسلمك بعد اسبوع، بس هم في الحقيقه هنستلم السنه الجايه بعد اسبوع. فديت من اكتر الحاجات والبنود اللي لازم نعالجها دايما في العقود دي. والحقيقه ريم انا بشكرها، لان احنا اتكلمنا عن عقد بيع. عقد البيع ده حاجه سهله، اشتري الكرسي خدت الكرسي. لكن هديكوا عقد اقرب الى فكركم من اي حاجه تانية، عقد الاستشارات. او بلاش، انسى عقد الاستشارات، لان ده خد عقد تولي قضيه. ما هو التزامك؟ هل هو التزام ببذل عنايه ولا تحقيق غايه؟ فحضرتك يعني ايه بذل؟ حضرتك طبعا عارفين بذل عنايه وتحقيق غايه، صح؟ طيب انا ما اعرفهاش، هقولها تاني. بذل عنايه زي ما اطلب من واحد يرسم لي صوره، ممكن الصوره تطلع حلوه تطلع وحشه. طيب. او الحاله الثانيه ان بتفق على واحد يسلمني عربيه، دي تحقيق غايه ولا لا؟ هل ينفع في بيت يبقى بذل عنايه انك هتعمل لي دورين وتسيب دور؟ ده تحقيق غايه. ممكن جدا المثال الاساسي في هذا هو الرسمه واللي بيعمل تمثال، لكن مثال اهم منه واخطر في حالتنا احنا ان كل القضايا اللي متقولها دي قضايا بذل عنايه. مفيش حد ضامن نتيجه اي قضيه. يبقى لازم وانت بتعمل عقد تولي قضيه اللي هو عقد الخدمات اللي ريم مشكوره اشارت اليه، لازم تبقى عامل حسابك ان جميع عقود الخدمات دي عقود بذل عنايه، زي ما علم ولد عقد ان هبقى مدرسه مش هضمن له ان هو ينجح مهما. خدوا بالكم دي مهمه. ليه؟ لانك انت لو كتبت عقد بذل عنايه على انه تحقيق غايه بقت مصيبه. انت ممكن تتفق مع واحد على نسبه من الارباح، سوري، نسبه من مبلغ من الحكم، لكن ده ايضا في ظل بذل ايه؟ عنايه. ودي مسألة بالنسبة لنا مهمة قوي. بتقالي احنا كده قربنا من أدهم فين؟ ها؟ طيب أنا هختم بدقيقة واحدة. أحمد عندك حاجة عاوز تقولها؟ قلت يلا. طيب أنا هقول كلمة بعدك. هو كده مسموع؟ طيب بتقالي الدكتور ماشي، بتقالي الدكتور طارق يعني غطى الجانب الأكبر، الدكتور طارق رضا الجانب الاكبر من الاسواق هنا. اتكلم على طول سيادتك. ماشي. وقال لي المحاضره بالعربي. انا هحاول اسمرايز الورك. عربي. هو اصله انت عارف هو خريج مدرسه فرنساوي، وبعدين دخل انجليزي وتخرج من حقوق القاهره قبل ما يبقى فيها انجليزي وفرنسي. هحاول بس اخليها بالانجليزي عشان اوضح لهم كلوزز لا البراكتيكال. اتكلموا كلام واضح. اوكي انا هخش في الموضوع على طول. احنا يعني جبنا 3 examples for the contract that you are going to draft in the exercise. Okay, you have here sale contract, service contract, construction contract. تمام. انا هحاول اتكلم عن the main clauses that you will find in this contract in order to be able to draft this contract in the exercise that you have. Okay, so the sale contract, the main ادي مستر خيري او زي ما استاذ خيري يتكلم قال ان البارتس بتوع السيل كونتراكت هو السيلر والباير. سيلر الاوبليجيشن بتاع السيلر تو ديليفر ذا سولد ايتم، والاوبليجيشن بتاع الباير اللي هو تو باي ذا اجريد برايس. اوكي، في كلوزز تمام بتلاقيها في السيل كونتراكت عموما. في عندك الكلوز اللي ليها علاقه بالديتيل ديسكريبشن اوف ذا سولد ايتم.
sold item هو الاوبجكت بتاع الكونتراكت تمام. So you must specify it in the contract in details. اوكي في عندنا كلوز برضو ليها علاقه بالانسبكشن. ميرسي يا حبيبي ميرسي. انا هختم عاوزكم تفتكروا ثلاث حاجات من اللي انا قلتهم النهارده. موضوع الكومن سنس ده مش انا مش هتكلم بكلمه منطق لان انا مش معتبره ان هي جايبه ادم. احنا لقينا حاجه تانية غير كومن سنس؟ لا كومن سنس دي كلمه بالانجليزي وما تفهمش الا بالانجليزي. اوكي كل عقودك كومن سنس. نمره 2 لازم تعمل عقود واضحه. نمره 3 ما تشتغلش في حاجه الا وانت فاهم في في الصنعه اللي انت بتشتغل فيها الاندستري. نمره 4 افتكروا دايما ان انت في توه متنور. شكرا لكم يا فندم. ميرسي لحضرتك.